كنت ناوي كنت كنشري ب 56 ولكن هذا العام غيكون ب 76 80 يعني ما فتقتيش صراحه ما فتقتيش ماشي غير بوحدي ولكن جل ديال الناس تقريبا ما فتقتهمش هذا الثمن باش غيشري ب 70 وفوق 70 و 80 و 90 ان الطبقه راك عارف انسان ما عندهاش يلا عنده واحد الدخل محدود ديال 2000 درهم في الشهر يعني واش غيجمعها واش غادي يعيش بها ما يمكنش هذا هو المشكل كاين الناس غيعيدوا وكاين الناس ما غيعيدوش بكل صراحه كاين الناس غادي يعيدوا وكاين الناس ما عندهمش واخا داك المبلغ اللي كيعيدوا به العام اللي فات ما يكفيهمش لهذا العام بكل صدق وصراحه العيد هذا العام غادي نديروا علامه استفهام لأنه كنت كنشري بديك 60 ما بين 60 56 وهذا العام علامة استفهام مع هذه الغلا كتعرف مع الجائحة ومع الكريز اللي كاينة في بالنسبة للمواد الغذائية اللي طالعة والله العظيم ما عرفناش يعني أنا كنوضع علامة استفهام في هذه العيدة يعني ربما على حسب السوق نسمع بأن الحولي كيلو داير الكيلو داير ما بين 60 درهم حتى 70 درهم وإذا صعيب على يعني أي واحد صعيب عليه باش يعني باش يعيد هذا العام تقريبا أنا كنشوف بأن جل الناس كيتشكاو بأن هذا العيد على ما أظن يعني بزاف الناس كيقولوا ما غاديش يعيدوا ملي بقى هذا الغلاء وهذا الشيء ملي كتوصل دابا مطيشه 240 وهذا الغلاء وهذا البصلة إلى غير ذلك والفاخر وزيد وزيد حقيقه والله العظيم يعني مشكل بزاف مشكل اللي كنتمناو ان شاء الله هو ان السلطات يعني تدخل ودير واحد ثمن مناسب تدخل مع الناس ديال الكسابه باش دير واحد ثمن مناسب باش كل شيء ان شاء الله يعيد لابد يعني يديروا واحد الدعم باش يخليوا المغاربه كاملين يحتفلوا بهذا العيد لانه كتعرف بالنسبه للفقراء وبالنسبه لنا كاملين يعني العيد هو واحد شي حاجه يعني كتعرف مسكين كاين اللي ما كياكلش اللحم نوبه في السيمانه نوبه في هذا وهذا وهذا العيد كيكون ربما كيشري داك الحولي كيعيد قبل فاش يلاه انسان يلاه بدا الزواج باقي عاقل تنشري حوالي 1500 درهم تنشوف 30 تنشوف 33 كل عام ضروري تزاد على 10000 ريال في الحولي هذا العام عاوتاني تشوف على حساب السوق لان المحدد ديال السعر دائما تيبقى هو الوفره ديال العرض في السوق والانسان دائما يمشي على القدر ديالو لان واخا كوك تيبقى سبحان الله العظيم ربي كل واحد تيوجد ليه على حساب الطاقه اللي عنده فالانسان ما يكلفش نفسه ويمشي بحساب الطاقه ديالو واللي يلام في العيد راه هو اللي عنده واحد الساعه من الرزق وما يعيدش اما الناس اللي ربما عندهم واحد الضيق في الرزق ديالهم وكذا فانسان خاصو يشري بالقدر الذي يستطيع واللي ما قدرش راه الله تيرفع عليك الحرج علاش اذا كان الله تعالى تيرفع عليك بعض التكاليف بحال الحج بحال الزكاه في عدم وجود القدره فمن باب اولى انه العيد الكبير لان الانسان ما كانش عنده القدره ما كاين لا شي يكلف نفسه لكن اكيد اننا حنا اليوم تنعيدوا بحسب نظره ديال المجتمع الناس راه تتكون الغرض ديالها من العيد باش انها سوا تفرح وليداتها ولا انها ما تسماش داخل الوسط اللي تعيش فيه انه خرج بلا عيد ولكن الانسان خصو يتعلم هو اننا نتادابطاو مع الازمات الانسان اللي عنده يتوكل على الله ولكن الا كان واحد التضييق في الرزق وما كانش عنده السبل باش ممكن يعيد اكيد ان الانسان يقدر يستغنى على العيد لان العيد واجب على من وجد واحد الساعه وانه عنده واحد البسط في الرزق ديالو هادشي اللي كاين.